اسمه مدحت. مدحت عمر حد قال اسمك كده؟ ميسمة. ميسمة؟ تعرف انا بقلد مين؟ نور الشريف في الفيلم بتاع اللي كانت بدور عليه. لا سنبل اللي قبل المليون. رحلة الاثنين المليون. رحلة المليون. ما هو سموني اصلا نسمه علشان نسمه بتاعت سنبل. بس عارفه مين بقى هي نسمه اصلا؟ سمية الالفي. استاذه سمية الالفي. ماما ساعتها بقى كانت قمر بقى. هي طول عمرها قمر. سميها اي يعني اقصد يعني كان ساعتها يعني الموضوع كان كبير فسموني نسمه. هو استاذ محمد صبحي ربنا يديله الصحه. طبعا انا من عشاق هذا الرجل العبقري. يقول لها نسمه. ايوه خطير. تعرف ان انا مثلت قدامه؟ في يا بختك. لا ده كان موضوع كوميدي. ايه مثلتي انت؟ مثلتي قبل كده؟ لا هقول لك. انا ملاحظ ان كل سكان الشارع عندي ابتدوا يمثلوا. يوسف كمان طلع في مشهد. لا 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 انا مش يعني مش ناوي اعمل كده خالص. ده زمان ايام الجامعه اعتقد بعد ما اتخرجت ولا قبل ما اتخرج حاجه في هذه الاثناء يعني. فكان ساعتها عاملين ورشه. كان استاذ محمد صبحي عامل ورشه وبياخد فيها الناس للفرقه بتاعته. وانا كنت هموت اخش اخراج لان انا كنت بخرج مسرح. بس هو ما كانش فاتح للاخراج، كان فاتح للتمثيل بس. فناس من صحابي قالوا لي طب ما تخشي تمثيل وبعدين بقى ايه وانت جوه بقى تقدري تتحولي للاخراج وكده. طبعا انا لا افقه اي شيء في اي شيء في التمثيل. فقال لك هتحضر مشهدين فصحى وعاميه وهتطلع تمثله. كانت في مدينه سنبل. فرحت وبتاع. طبعا يعني انا كشخص جاي هزر يعني انا مش فاهمه الحاجات دي خالص. وبعدين مثلت مشهد فاكر الفيلم في العاميه اللي انا فاكراه قوي عشان انا ختمت بضحكت. فهو قعد يضحك فقعدنا نضحك احنا الاثنين وحصل خير يعني انا مش جايه امثل اصلا. الفيلم بتاعها في على جسر من الذهب. عارفه؟ مش فاكر. بتاع استاذه ميرفت امين اللي هي وحسين فهمي وكان بيحبها وفي الاخر. لا مش هفتكر. يا قطه. عادل لما عادل ايوه ما كان يقولها يا قطه. لا ده فيلم. انت كنت القطه؟ انا القطه. عملت مشهد. فالمشهد بقى كان دراماتيك قوي خلاص لميرفت امين وبتاع. وهي في الاخر بقى ايه بتعيط وبتزعل بتقول له اطلع بره. فانا قمت بقى طالعه بقى ايه مش بره خلصت. بس هو بقى على الارض من الضحك وانا عماله اضحك وانا محدش بيعمل اللي انت بتعمليه ده. طبعا فعديناها على خير الحمد يعني. لله انك ما مثلتش. لله ربنا قطع هسميك قطه الشارع. قولي لنا اول حاجه النهارده. طبعا انا ما اتفرجت على قصه البلغه. الحقيقه استوقفني الموضوع جدا في انه هي البلغه جايه منين وايه موضوعها وايه حدوتتها. فطلعت ان البلغه دي هي النعال التقليدي لشعوب شمال افريقيا وشعب المغرب الشقيق. جميل. ودي أيقونة الثقافة في المغرب اللي بتعبر عن دمج الثقافة اللي حصل ما بين العرب والأمازيغ في المغرب. البلغة اسمها جاي من بلوغ الشخص المكان اللي هو عايز يبلغه. فكانوا بيقولوا إن بداية ارتداء البلغة كانوا بيلبسوها في الجبال أو في الريف في المناطق اللي مش ممهدة علشان يمشوا إن هي تتعمل من جلد تقيل. والبلغة ليها نوعين. البلغة الفاسية ودي اللي هي البلغة اللي بنشوفها زي بتاعت علاء الدين كده اللي هي ببول. الوش بتاعها حاد جدا وكانت بتتصبغ باللون الأصفر للرجالة وكان اسمها بلغة أو بابوش. والستات كان اسمها شربيل. شربيل هحكي لك قصة الشربيل بقى عشان ده حوار. والنوع التاني كان اسمه أدوكان. وأدوكان ده من اللغة الأمازيغية ودي البلغة اللي بيبقى الوش بتاعها محدب وبيبقى متزين عليها برسمة الخنجر. ودي من العلامات المهمة والمميزة جدا في ثقافة الأمازيغ. وكانوا برضو الأصفر بيبقى للرجالة والأحمر كان بيبقى للستات. البلغة بتتعمل من أنواع النعل بتاعها بتتعمل من جلد متين جدا من حاجة زيها زي حاجة كان اسمها التامك. والتامك دي اللي كانوا زي البوت كانت بتبقى جزمة كلها معمولة من الجلد وكان بيلبسها المحاربين. فهو بيتعمل من نوع متين جدا من الجلود. اوكي. طيب الشربيل بقى اللي هو بتلبسه الستات. الشربيل ده المؤرخين قالوا الاسم جه منين. اختلفوا على اكتر من حدوته انه اسم شربيل ده جه منين. ففي اللي قالوا ان هو جاي من اللغه الاندلسيه وكان اسمها سيريلا وسيريلا اتحولت وبقت شربيل. وفي اللي اتقال ان هي جايه من اللغه التركيه شبريلا بقت شبريل بقت شربيل. وده كان
الحذاء او النعل اللي بتلبسه الستات في القسطنطينية في البيوت بتاعتهم، ودي الجزمة اللي ما فيهاش كعب وكانت بتبقى معمولة من الجلد الأسود. فدي كان اسمها شابريل، في شابريلا، في شابريل، في شربيل اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. طيب هل احنا كستات طبعا الموضوع يمشي عندنا كده؟ لأ، في حدوتة رومانسية ورومانتيكية وجميلة جدا، طبعا انت مش تحبها بس مش مشكلة. بيقال ان بداية الشربيل ده، بداية صناعته يعني، جت منين؟ انه كان في شاعر بيحب واحدة جدا جدا، بيحب سيدة جدا جدا، وطالب ان هو يتجوزها، واقسم لها ان هي لو وافقت تتجوزه ان هو هيفرش لها الارض ذهب. فعشان يفرش لها الارض ذهب وتمشي عليها، فاقترحوا عليه ان هو يعمل لها نعل من الجلد ويبقى متزين بالذهب، بخيوط الذهب. خلاص كده فيقدمها لها هديه. فدي الحدوته الرومانسيه. صبايا مش حدوته. ليه؟ عشان هو قال لها هفرشك الارض. ليه بتقتل الفرحه؟ ما هو عشان قال لها هفرشك الارض. ما هو فرش. لا. فرش. لا ده حطها لها في الجزمه. لا هو فرش وحطها لها في الجزمه عشان تمشي على الذهب، فما يضايقهاش الجلد متين فما يضايقش رجليها. الذهب ما يضايقش رجليها؟ تفتكر لو فرشونا دهب يا حبيبي القصه الرومانسيه ما تبوظهاش لو سمحت، بجد ما تبوظ. ليه؟ ليه بتقتل الفرحه؟ خلي الفرحه تخش التاكسي يعني. ليه؟ تاكسي؟ هي ده في بيت. خلي الفرحه تخش التاكسي. يا رب يا ريت كده حد يجي يفرش لك الارض دهب. يا رب. في الصحراء كده ودرجه الحراره تبقى 55 وتمشي على الدهب. ليه؟ ليه؟ تتلس وعي. طب انت كنت بتدعي حلو، حودت ليه في الاخر وديتني اتسلق ليه؟ لا كنت ماشي حلو يعني. هو ده هيحصل يا حبيبي؟ ما يمكن. يمكن ايه؟ ليه بتقتل الفرحه فعلا؟ لا يمكن ايه؟ ما يمكن يحصل حد يجي يفرش لي الارض ذهب. لا انت ما تتسليش ذهب، تتقلي بالالماس يا حياتي. ميرسي. ما تبوظهاش بقى يعني، قول الجمله ما تبوظهاش لو سمحت ارجوك. طيب الشربيل بقى ده ليه انواع، هو كمان هو منتشر جدا جدا، وعموما صناعه البلغه او الشربيل اللي موجود في المغرب مشهور جدا جدا في مدينه فاس اللي هناك، وفي اصلا سوق كامل للبلغ اساسا. الشربيل فيه منه انواع للستات، في العادي الجلد العادي خالص اللي بيتصبغ وبيتعمل، وده اللي بيلبسوه على الجلباب في المشاوير العاديه، وفي اللي بيبقى متطرز بالحرير وده اللي بيتلبس مع القفطان في الاعياد، وفي اللي بيبقى متطرز بالذهب والفضه وده اللي بتلبسه العرايس. لانه كان بيتقال كمان ان الشربيل ده هو النعل بتاع الاميرات او الستات في القصور، وبعد كده نزل للعامه، لان هو دايما بيبقى متزين ومتزخرف وبيبقى مشتغلين عليه جامد يعني. عموما البلغه او الشربيل بتاعنا، الحاجات دي بتتعمل في حاجه في مكان اسمه دار الدباغ، وده اللي بياخدوا فيه الجلود سواء من البقر او من الماعز، ويبداوا ان هم يعالجوها ويبداوا يصبغوها بالالوان اللي هم هيعملوها بيها، وبتتخيط يا يدوي، ودي بتبقى الاغلى طبعا جدا، يا بتتخيط الي. الاشهر او اكتر نوع من الشربيل غالي حاجه اسمها الزوينيه او الملكيه، بيسموها الحذاء الملكي. والشربيل ده من الحاجات الأساسية في العرس في المغرب، اللي هم عندهم تقاليد معينة للعرس، منها في حاجة اسمها دفوع الزفاف، ودفوع الزفاف دي هي الهدايا اللي العريس بيبعتها لعروسته، لازم يكون فيها الشربيل. أوكي. شفت طلع كل ده عشان ندى قالت بلغة؟ مش هتكلم بقى. شفت اي حاجه تقولوها بقى انا اجي احكي لكم بقى. قاعده على السقطه، هي دي اللي قاعده على السقطه واللقطه. ايوه. وعلى فكرة البلغة أو الشربيل يعني من الحاجات الصحية جدا في لبسها، وبتتعمل من أجود أنواع الجلود، وفي منها كمان بلغة أو شربيل طبي للناس اللي رجلهم. عندنا في كيان خليل بيبيعوهم حاجات حلوة. أنا جايباهم. ما بحبهم طبعا. لا مش دي بس يعني، جايبة واحدة في البيت. طيب قول لنا اللي بعده بقى. اللي بعده بقى ستي نوجة قالت لي إيه؟ أقول لك بقى، والله كان عندي حاجة تانية بس قلت عشان ما أطولش. كفاية. ميرسي يا حبيبي، شكرا. يا شمتة ما تشمتي، النهارده ليا بكره ليكي. طبعا دواره مفيش حاجه. شوفي يعني الشماته دي اكتر حاجه
وحشه في الدنيا، لانه فعلا هي الدنيا دواره. فمفيش يعني، حتى لسه كنت بقول لجميله الموضوع ده، كانت اتحطت في موقف كده فلقيتها بتقول لي وده احسن وحقي وزي ما حصلت لها. لا بصي، في حاجات ما ينفعش نشمت فيها، صح؟ يعني لا بنشمت في عيا، في مرض، في موت، في مصيبه، ابدا ما فيش حاجه اسمها بنشمت. او باجي مثلا اقول الشخص ده ما كانش كويس معايا او اذاني في حاجه، فلما تحصل له حاجه وحشه اقول يا الحمد لله. لا ما مش هنقول الحمد لله، بس يعني هنسكت، نسكت، هنقول بس امر ربنا بس وربنا جاب لي حقي. برضو ما بقولهاش كده يعني، بحس برضو انه لا انا بقولها، لا يعني لا ما بقولش كده بصراحه، انا شرير. لا بسيبها اللي هو هي كده كده انا عارفه انه ربنا هيجيب لي حقي، حتى لو الحاجه دي انا ما عرفتهاش، يعني حتى لو ربنا جاب لي حقي بشكل انا ما عرفتوش، بس ابدا ما اجيش اقول على حد حصل له حاجه انه ربنا جاب لي حقي منه او احسن او يعني خلاص. ما هو شوف، هي الم راح جه، يعني هي بتبقى كده على طول. اللي بعده ده حلو قوي ده، والناس دخلت شتمتني عليه برضه. يا سيدنا الشيخ، ضربه تكسر لوحك، قبل ما تعدل على غيرك عدل على روحك. طبعا الناس دخلت شتمتني قالوا لي الشيخ، هو مش مقصود هنا، مش لازم راجل يبقى كبير الشيخ يعني، راجل كبير بانه رجل الدين، هو مقصود بيه اي شخص بينصب نفسه ان هو يعدل على غيره، ان هو ليه حق ان هو يجي يقول لك اعمل ده وما تعملش ده، وينظر عليك ويعتبر نفسه ان هو ليه مفتاح الجنة معايا. يعني فهو بيدي لنفسه مقام وقيمة اعلى لمجرد ان هو جاي. طب ما تشوف نفسك، طب ما روح بص في المراية بدل ما تعدل على، طب ما خليك انت بس في افعالك، يعني خليك في عمايلك وفي حاجاتك وما تعدلش على الناس. ف معاكي جدا، شتمت انا بقى في ده عادي، يلا النهارده يتشتم على اي حاجة، مش مشكلة. اللي يرخص نفسه الناس مش هتغليه. ما هو مرسخ مرخص مرسخ مرخص نفسه اصلا. مرخص نفسه يعني انا مثلا، وده بيتقال ليه برضو، بيتقال علشان كل واحد لازم يبقى حاسس بقيمه نفسه او مقدر نفسه كويس. الناس لما بتبقى ما عندهاش ثقه في نفسها او مش عارفه قيمتها كفايه، بتحط نفسها ان اللي حواليها يعاملوه بشكل اقل كمان ما هو شايف نفسه، صح؟ غير لما انت بتبقى انا عارف قيمتي ايه. اللي بعده، انت عايزني اختم ولا لا ولا لسه انت انا عادي؟ معاك اهو. ماشي اوكي، بس ما احسك كده بتقلبني. طيب، بعد ما راح المقبره بقى حته سكره. المثل ده بقى بيتقال على ايه؟ مش كتير جدا بيحصل انك بعد ما الشخص يتوفاه الله وما يبقاش موجود، ده انا كنت بحبه جدا ما قلتلوش كفايه، ده راجل كان كويس جدا، بس هو طول ما هو عايش انت عمرك ما قلت عليه ان هو راجل كويس او ان هي ست كويسه، او انه يعني ما عبرتش عن ده غير لما خلاص هو مبقاش موجود في الدنيا. فيقول لك ليه؟ طب ما انت ممكن والناس عايشه تقول ان الشخص ده كويس وتقول ان الشخص ده مش عارف، مش لازم بعد ما يموت نبدا بقى يقول لك رش عليه سكر بقى، ايه ده مات خلاص بقى، يا ده كان راجل، يا ده انا كنت بحبه. انت عمرك ما قلت له ان انت بتحبه، وعمرك ما اتعاملت معاه مثلا على ان هو شخص عامل حاجه او بينجز حاجه او كويس في حاجه. فمش لازم نستنى اما الناس تروح المقبرة أو يتوفاها الله عشان نبدأ بقى نتكلم على الحاجات الكويسة اللي فيهم. بالظبط، عندك حق. بيت بلا قط فيه الفيران أبطال. لا أنا عندي قطة في البيت. إيه؟ عندنا قطة في البيت. عندكم قطة مع الكلاب؟ أه طبعًا. أوكي، كلهم بيحبوا بعض؟ جدًا. أوكي، أنا ما بحبش القطط. أنا يعني في الجنينة. طب وإيه؟ إيه ده؟ مرة دخلت لقيتها نايمة على سريري. ما انا لسه هسألك، هي القطة ليه في الجنينة؟ ده احنا عندنا كل الحاجات في الجنينة. يعني الكلاب ماشي، بس القطة عادة بتبقى جوه البيت. لا لا، ما اعرفش انها بره دي. هي مبسوطة كده بره. بجد؟ ومش زعلانة؟ لا خالص. لوحدها؟ يعني انت قلت لي انت عندك كلاب كتير. لا دي لوحدها. هي عموما القطط يعني مع نفسها. وما بتحبش حد يزهقها، يعني مش زي الكلاب بقى هتلاعبها وبتاع. ما تزهقنيش. يعني ما تلعبنيش، ما تتكلمش معايا غير لما ابقى انا عايزه العب معاك. فالقطط تنكة. المثل ده بقى بيتقال امتى؟ زي بالظبط ان غاب القط العب يا فار، هي نفس القصه بالظبط. البيت اللي ما فيهوش قط، اللي ما فيهوش حاكم يعني، فيه الفيران ابطال. يعني زي ما يقول لك ايه، دي ناس مش هي صاحبه القرار، او الناس دي ما ينفعش هي اللي تمشي البيت، لكن طول ما صاحب البيت او صاحب الشغل او اللي عنده سلطه معينه في مكان معين مش موجود،
فتلاقي بقى كل اللي تحت كل واحد عامل فيها بقى ايه بطل وجامد، وانا ممكن اعمل كل حاجه، وانا هو عم روح خالص، وهو اصلا في الاخر تخيبه لا حتته ولا بتاعته ولا اي حاجه. يلا الاخيره بقى، يلا الاخيره بقى، ودي انت هتحبها. تاكلوهم لم يشبعوا، تكلموهم لم يسمعوا، مين بقى؟ قول. مش عارف. ده المثل ده هو عموما ممكن تستخدمه مع اكتر من حد، بس هو المثل ده كان بيتقال عن ولادنا، بيتكلم على، بص بقى ده من زمان، من امتى؟ بيتكلم على الاجيال اللي طالعه، ان الولاد اللي دايما طالعين الجيل الجديد دايما ما بيبقاش عاجبه الجيل القديم، هذا في كل حته. فتاكله مش عاجبه نوع الاكل ومش شبعان ومش راضي، تكلمه مش عايز يسمعك، يقول لك ده انت كلامك قديم قوي، ده انت مش عارف حاجه، ده احنا جيل مختلف عن جيلكم. فالمثل اساسه كان طالع بيتكلم على الولاد وتربيتهم وقد ايه هي صعبه، لان هم مش بيرضوا بحاجه، الجيل الجديد دايما بيبقى فيه ما بينه وما بين الجيل القديم والجديد، فيه دايما ما بينهم شد وجذب يعني. لكن ممكن تستخدم المثل بقى وتوسعه على نطاق اكبر للناس عموما، اللي انت ممكن تعمل لها حاجه او تديهم، تجاملهم في حاجه او تبقى بتقدم لهم حاجه، ويبقوا ناس نكره للجميل، او ناس انت بتاكلهم ما بيشبعوش مهما اديت. هو مفيش. قول لنا اخر واحد بقى. لا خلاص ده كان اخر. خلصتي؟ شطوره. اول مره تخلص الورقه كلها. الحمد لله يا رب. الحمد لله. فرحانه قوي. شكرا يا نسمة، شرفتينا ونورتينا يا حبيبي. يلا هنسمع اغنيه لطيفه كده، هوت مش بعرف انطقها قوي فمش هعرف اقولها. يلا نسمعها مع بعض. شوف عاديه، نرجع لكم بعرض ازياء مع وصفه ازياء استاذه ريهام فتحي. خليكم على سماحتي. مزيكا.